شباب سنة تانية ولاد وبنات، وحشتوني خالص من شابتر 1 والانترودكشن اللي حكينا فيها. مكملين النهاردة مع ميس كريستينا وهنحكي في شابتر 2. يا رب تكونوا مستمتعين بالقصة زي ما انا مستمتعة بيها اكتر منكم كمان. شابتر 2 روبنسون كروسو، هنحكي في ايه يا روبنسون؟ حصل معاك ايه؟ اخر حاجة وصلنا لها في شابتر 1 لو انت فاكر، ان هو اول ما صحي على طول على البيتش ملقيش اي حاجة غير ذا شيبس تو كاتس، القطتين بتوع السفينة. لا لقي اي حد من اصحابه ولا اي حاجه، يعني ممكن حد يعيش حتى معاه. طب ايه اللي هيحصل في شابتر 2؟ تعال نشوف المغامرات اللي هو هيقابلها وايه اللي هيحصل معاه. زي ما اتعودنا وزي ما اتفقنا مع بعض، احنا هناخد كل فقره بالاجابات اللي فيها وانا هكون لك عليها الاسئله، سواء كانت اسئله الكتاب او اسئله الملخصات او اسئله الامتحانات اللي فاتت في كل المحافظات. تمام، يلا نبدا ويلا نشتغل مع بعض. The next morning, Crusoe decided to swim back to the ship before it sank. He found some books of rice, cheese, and meat. He looked for his friends, but there was nobody on the ship. He built a small raft, and during the next few days, he went back to the ship many times to collect food, tools, guns, knives, and rope. أنا عايز أعمل إيه؟ عايزك أهم حاجة، اهم حاجة انك تستمتع بالقصة. استمتع وانت بتقرا الانجليش علشان تحبه اكتر، ولو انت حبيته هتفضل تقرا في القصة اكتر من مرة، واوريدي من غير ما تحس هتلاقي كل الاجابات دخلت في مخك وتحفظت وانت مش قاصد تعمل كده اصلا. تاني حاجة، زي ما اتفقت معاك المرة اللي فاتت، اسمع الفيديو مرتين. اول مرة حدوتة، في الاخر الفيديو هتلاقي الكلمات عندك مفصصة واحدة واحدة، احفظهم كلمة كلمة، وبعدين ارجع اسمع الفيديو في مرة تاني سواء كان في نفس اليوم او تاني يوم، ساعتها بقى تسمع بالاجابات والاسئله، هتلاقي نفسك حفظت الاجابات وانت مش واخد بالك. طيب الفقره دي بتحكي عن ايه؟ The next morning، الصباح التالي، Crusoe decided to قرر ان swim back. احنا عارفين swim يعني يسبح او يعوم. طيب swim back، اي verb بحط له كلمه back بعديها معناه ان هو بيعمل حاجه دي عائدا. يعني انت خدت go back يذهب عائدا، وهي went back يعني يرجع عائدا، بيرجع لورا. swim back يسبح لورا، يعني يسبح لورا، في حد بيعوم لورا؟ لا، يعني يرجع الطريق اللي هو جه، بس ايه؟ بالعكس، هو كان في السفينة وطلع من السفينة على الشاطئ. بعد ما طلع على الشاطئ ما لقيش حد من اصحابه، قرر ان هو يعوم تاني في المية ويرجع للسفينة مرة تاني، وهنعرف ليه. تمام، يبقى فهمنا كلمة swim back. he decided to swim back to the ship، الى السفينة. before، قبل، it sank، ان تغرق. مين it؟ اللي هي السفينة. sank الماضي من sink معناها تغرق. لو انا بتكلم عن اشخاص يبقى معناها تغوص، يبقى sank او sink ليها معنيين، تغوص او تغرق. he found، found الماضي من find يجد، هو وجد some books of، بعض صناديق من. الصناديق دي كان فيها ايه؟ تلات حاجات: rice اللي هو الرز، تشيز الجبن، اند ميت اللحم. ثلاث حاجات من الاكل وجدهم في الصناديق، والصناديق دي كانت على السفينه قبل ما السفينه تغرق. يبقى انا كده عرفت هو ليه قرر انه يرجع تاني للسفينه. he looked for his friends. احنا عارفين كلمه look معناها ينظر، انما look for معناها يبحث. طيب he looked for في الماضي، هو بحث عن اصدقائه his friends. but there was nobody، لم يكن هناك أحد on the ship على السفينة. نفس اللي حصل كان في نهاية شابتر 1، هو فعلا ملقيش أي حد من الناس اللي كانت معاه. he built a small raft، ودي بتبقى إجابة سؤال مهم جدا. he built a small raft، هو بنى مركب صغير أو قارب صغير جدا. الرافت ده عبارة عن شوية خشب بيبقوا مربوطين في بعض، بيعملوا حاجة زي مركب صغير، بحيث إن لو أي حد كان في المية من غير ما يغرق يبقى ماسك في الخشب ده، يبقى small raft اللي هو مركب صغير. تاني حصل ايه؟ تاني يوم قرر انه يرجع السفينة. بعد ما رجع السفينة ليه صناديق مليانة رز وجبنة ولحمة، وبعديها بص على اصحابه ملقيش اي حد فيهم. built a small raft، بنى مركب صغير او قارب صغير. and during the next few days، اثناء او خلال الايام القليلة اللي بعد كده، he went back to the ship many times، رجع للسفينة أكتر من مرة. many times يعني مرات كثيرة. ده بيجي سؤال مهم جدا، ليه رجع many times إلى السفينة؟
to collect لكي يجمع يلم يعني حاجات كده اللي هي food أطعمة tools أدوات guns بنادق knives سكاكين and rope والحبل. كل الأدوات دي أكيد هو هيستخدمها بما إنه هو عايش لوحده على الجزيرة فهو محتاج الحاجات دي كلها. تعالوا نشوف بسرعة الأسئلة بتيجي على الفقرة دي. أول سؤال what happened to the ship ماذا حدث إلى السفينة؟ كلمتين بالضبط it sank هي غرقت أو نزلت في الماء. How did Crusoe take things from the ship to the beach إزاي قدر إنه ياخد الحاجات من السفينة إلى الشاطئ؟ لأن هو عمل إيه؟ He built a small raft عمل مركب صغير عشان يشيل عليه الحاجات دي. طيب what did Crusoe find on the ship ماذا وجد؟ وركز كلمة find لأن في حاجات هيلاقيها وفي حاجات هيجمعها collect وفي حاجات بالنسبة له هتبقى مفيدة هناخدها بعد شوية. والسؤال ده بيفرق فيه كلمة واحدة بس والإجابة بتاعتهم طبعا مختلفة. لما يقول لي ماذا وجد على السفينة هقول وجد ثلاث حاجات boxes of صناديق من cheese meat and rice الرز والجبنة واللحمة. آخر سؤال why did Crusoe go back لماذا رجع أو عاد to the ship إلى السفينة many times مرات كثيرة to collect food tools guns and knives and rope علشان يجمع الأكل والأدوات والحاجات دي كلها. يبقى تاني غرقت اللي هي السفينة لم يبقى سؤال ماذا حدث للسفينة what happened. طيب إيه الحاجات اللي هو found وجدها هنقول صناديق الرز واللحمة والجبنة. طيب إزاي عرف يجمعها ويرجع بها للشاطئ لأنه عمل a small raft أو by using the small raft باستخدام المركب الصغير. وآخر سؤال إيه الحاجات اللي هو جمعها أو السؤال بطريقة تاني ليه رجع للسفينة many times أكثر من مرة أو مرات كثيرة هنقول لكي يجمع الأكل والأدوات والحاجات دي كلها to collect food, tools, guns, knives and rope. تمام؟ تمام. طيب إيه اللي حصل بعد ما جمع الحاجات دي كلها؟ That night تلك الليلة there was another storm جت عاصفة تانية. طب هي فين العاصفة الأولى؟ لو أنت فاكر في شابتر 1 العاصفة الأولى اللي هي سببت أصلا للسفينة أنها تغرق وأن هو أصحابه كلهم ضاعوا. دي بقى تاني عاصفة هتعدي عليه another storm and the ship sank. Crusoe spent الماضي من spend يقضي the next few months during building a strong fort. كلمة fort كلمة مهمة جدا عندك في الشابتر معناها حصن أو قلعة وstrong يعني قوي حصن قوي. طب هو ليه بنى الحصن ده هنعرف دلوقتي. Where he could live he made a table and chairs and one day he found some goods. هو صنع table ترابيزة chairs يعني الكراسي and one day ذات يوم he found some goats وجد بعض المعيز جمع كلمة goat معز. ايه السؤال اللي بيجي هنا why did Crusoe build a strong fort لماذا كروسو بنى الفورت الحصن او القلعة القوية دياتي. ده بيبقى سؤال بقى رأيك انت الشخص تفتكر ليه. ممكن اخد الحتة دي اللي هي where he could live وممكن اجاوب من عندي to live in it safely to لكي live in يعيش في it هو اللي هو الحصن safely بأمان وده نوع ظرف. يبقى ليه بنى الحصن لكي يعيش فيه بأمان عشان ايه لو في اي dangerous animals حيوانات خطيرة او dangerous people ناس خطيرة يكون هو بعيد عنهم في الحصن ده. سؤال تاني برضو ممكن نجاوبه احنا من دماغنا why do you think لماذا تعتقد Crusoe decided to build a fort not a house. ممكن يسأل نفس السؤال بس بطريقة تاني هو ليه قرر انه يبني حصن مش منزل عادي ليه ما بناش بيت عادي ليه عمله على هيئة حصن قوي وعالي وضخم بحيث ان مفيش حد يقدر يدخل فيه بسهولة. because لان forts الحصون او القلاع are strong and safe قوية وآمنة. ده لو انت عايز تعمل مقارنة ما بين الفورت والهاوس. انما لو جه السؤال بالشكل ده هو ليه قرر انه هو يبني حصن هقول علشان يعيش فيه بأمان. طب ليه عمل حصن مش منزل علشان الحصن بيكون اقوى وامن اكتر من المنزل العادي. تمام يبقى الفقرة دي كروسو عمل ايه بعد ما جمع الاكل والادوات والمعدات والحاجات دي كلها قرر يعمل حاجة مهمة جدا ان هو عمل حصن قوي عشان يعيش فيه بأمان وبعديها جاب شوية خشب عمل بيهم كراسي وترابيزات وكمان وجد some goods بعض من المعيز. He had a lot of things from the ship بقي معاه بقى حاجات كتير جدا من السفينة which were useful
كانت مفيدة جدا. زي ايه؟ ده السؤال اللي بيجي بقى بيقولك ايه الحاجات المفيدة اللي وجدها على السفينة. He had a small telescope, telescope اللي هو المنظار او التلسكوب, a compass اللي هي البوصلة, some books بعض الكتب, pens اقلام, ink حبر, and paper ورق. طبعا هو هيستخدم البيبر والانك والبنز والبوكس وهيعمل بيهم حاجات مهمة جدا هنعرفها دلوقتي. He decided to write a diary every day. هو قرر ان يكتب diary اللي هي مفكرة او يومياته او مذكراته كل يوم. يبقى هو استخدم الحبر والقلم والورق علشان يكتب فيه المذكرات بتاعته. بيجي سؤال مهم جدا هنا او سؤالين او ثلاثة كمان. اول سؤال, ايه الحاجات المفيدة اللي هو جابها من السفينة؟ تاني سؤال ممكن يقول لي هو ليه قرر ان يكتب المفكرة ديات او المذكرات دي, او هو قرر انه يعمل ايه كل يوم؟ تعالوا نشوف الاسئلة مع بعض. اول سؤال اللي هو 7, what were the useful things, ما هي الاشياء المفيدة, useful يعني مفيدة, that Crusoe had from the ship, اللي جابها من السفينة. هناخد كل دول على بعض. 6 حاجات, small telescope, البوصلة compass, البوكس والبنز والانك والبيبر. 6 حاجات كلهم دول كانوا بالنسبة له useful مفيدة. طب السؤال الثامن بقى ده من رأيك انت, what did Crusoe decide to write every day and why, ايه اللي قرر انه يعمله كل يوم وليه؟ انا عارف انه قرر انه يكتب مفكرة, write a diary every day, طيب لماذا؟ ده السبب. To remember, لكي يتذكر, what happened on the island, ماذا حدث على الجزيرة. يعني لو هو عنده أمل أنه يرجع البلد تاني عايز يعرف كان بيحصل إيه معاه كل يوم يوم بيوم, بالتالي عايز يكتب اليوميات بتاعته علشان يحكي أو علشان يفتكر اللي كان بيحصل معاه على الجزيرة. يبقى تاني, what did he decide to write, كان قرر أنه يكتب إيه؟ A diary. طيب لماذا؟ Why, to remember what happened on the island. سهلة جدا الإجابة وسهل أنها تتحفظ. السؤال رقم 9, how do you think, كيف تعتقد the compass helped Crusoe, كيف تعتقد أن البوصلة ممكن تساعد Crusoe, هتساعده إزاي؟ It helped him, ساعدته, to find his way, أن يجد طريقه on the island, على الجزيرة. الجزيرة عبارة عن مكان وسط المية, هو ما يعرفش فين اليمين من الشمال, مش عارف هيمشي إزاي, فبالنسبة له البوصلة هتكون مفيدة إزاي إن هي تعرفه الطريق اللي هيمشي فيه. يبقى it helped him to find his way on the island. آخر سؤال رقم 10, Crusoe had a telescope, a compass and some tools. Crusoe كان معاه 3 حاجات دول, البوصلة والمنظار والشوية الأدوات. Which of these things, أيا من هذه الأشياء, do you think, أنت تعتقد, the most useful, ولماذا؟ ايه الحاجة اللي من التلاتة دول كانت اكتر حاجة مفيدة, بس ده بالنسبة لرأيك انت, وليه؟ يعني انت لو هتقول التلسكوب هتقول لي ليه, لو هتقول الكومبس هتقول ليه, ولو هتقول الادوات هتقول لي برضو ليه. انا رأيي, انا اخترت مثلا the gun. ايه هي الجن؟ اللي هي البندقية. طيب ليه البندقية اهم واحدة فيهم؟ because he can use it, يستطيع ان يستخدمها, to protect himself, لكي يحمي نفسه, from dangerous animals and people, من الناس الخطيرة ومن الحيوانات الخطيرة. ممكن حد تاني يستخدم البوصلة ويكتب الإجابة دي لكي تساعده في إيجاد طريقه على الايلاند. ممكن حد يستخدم الأدوات يقول علشان يقدر يستخدمها في أكله وشربه كده, فكل واحد ورأيه. طول ما السؤال فيه كلمة do you think, أنت تعتقد, يبقى أنت تكتب رأيك الشخصي. تمام, يبقى أخذنا إيه في الفقرة دي؟ هي فقرة صغيرة بس فيها أسئلة كتير. ايه الحاجات المفيدة؟ هنكتب 6 حاجات. ايه الحاجة اللي قرر انه يعملها كل يوم؟ انه يكتب الدايري, المفكرة او اليوميات بتاعته. طيب لما يسألني لماذا قرر انه يعمل حاجة زي كده؟ علشان يفتكر اللي حصل معاه. تمام؟ تمام. الفقرة اللي بعدها, when he walked around the island, لما كان بيتمشى في الجزيرة, walk around يعني يتمشى او يتجول, he found a beautiful valley, وجد valley معناها وادي, وbeautiful معناها جميل, وجد وادي جميل. الفرق بين الوادي وبين الأرض العادية, الوادي عبارة عن شجر وخضرة ومنظر حلو. In the valley, في هذا الفالي الوادي, there were orange and lemon trees, كان في أشجار ليمون وأشجار برتقال, and melons, melons اللي هو البطيخ,
It was beautiful. كان منظر جميل جدا. And he decided to build a second house there. عايزك تركز كلمة second house، منزل آخر أو منزل ثاني. طب هو إيه المنزل الأولاني اللي هو بناه؟ المنزل الأول اللي بناه اللي هو الفورت، الحصن أو القلعة القوية اللي هو عملها. طب أنت عندك حصن قوي جدا وعايش فيه ومبسوط، ليه قررت أنك تبني a second house there؟ دي هنشوف الإجابة بتاعتها حالا. يبقى تاني في الفقرة دي، لما كان بيتمشى في الجزيرة لقي فيه وادي شكله جميل. الوادي ده فيه ايه؟ فيه اشجار ليمون واشجار برتقال وفيه بطيخ. طبعا مفيش حد هيشوف الحاجات الحلوة دي ويمشي. راح هو قرر انه يعمل ايه؟ ان هو يبني بيت تاني في المكان ده، زير يعني هناك. هات الاسئلة بسرعة. السؤال 11، What did Crusoe find in the beautiful valley؟ ماذا وجد في الوادي الجميل؟ ثلاث كلمات بسرعة، Orange and lemon trees and melons، البطيخ وأشجار الليمون والبرتقال. ماشي، دي إجابة رقم 11. 12، What did Crusoe decide to do in the valley؟ قرر أنه يعمل إيه في الفالي؟ السؤال اللي فات كان قرر يعمل إيه كل يوم، ساعتها كانت الإجابة أنه يكتب يوميات. لكن لما أسألك هو قرر يعمل إيه في الفالي، في الوادي، يبقى قرر أنه يبني منزل آخر أو منزل ثاني. He decided to build a second house there. هتلاقي إجابة 12 مكتوبة. 13، Where did Crusoe build his second house؟ أين بنى كروسو المنزل الثاني ده؟ دواتي بنى فين؟ In the valley، في الوادي. وآخر سؤال، لماذا تعتقد؟ يبقى ده رأيك أنت بقى. Why do you think Crusoe decided to build a second house؟ ده بيجي كتير جدا السؤال ده. لماذا تعتقد ان كروسو قرر ان يبني البيت التاني دواتي، ما اكتفاش بالحصن الاول؟ انا هقول رأيي، to enjoy، لكي يستمتع، the beautiful valley، بالوادي الجميل. وطبعا انا لو مكانه هعمل نفس الحكاية، مستحيل هسيب البرتقال والليمون والبطيخ وامشي واقعد في الحصن وحدي. ليه يعني؟ انا هعمل بيت هناك واعيش هناك وسط الحاجات الحلوة دي. ماشي، يبقى تاني، Orange and lemon trees، إجابة السؤال ماذا وجد؟ طيب هو قرر إنه يعمل إيه في الفالي؟ قرر إن هو يبني بيت تاني. طب البيت التاني بناه فين؟ In the valley. فالإجابتين معكوسين. الفقرة اللي بعدها، One day he caught a parrot. He taught it to say some words. This made him very happy. In the next few months he made some pots for cooking and keeping his food. He had meat from the goats and he used his rice to grow more rice. عايزك تركز في كام كلمة كده بعيدا خالص عن القصة وأحداث القصة. أول كلمة، كلمة coat و toot، هتلاقي نفس الوزن بس حرف السي وحرف التي. الاثنين أفعال شاذة، coat الماضي من catch و toot الماضي من teach. طيب أنا عارف teach يعني يعلم، toot toot. catch معناها يصطاد او يمسك او يلحق على حسب اللي جاي بعديها. باروت يعني بغبغان، يبقى هو مسك بغبغان بمعنى اصطاد البغبغان ده. he taught it، علمه، to say some words، ان يقول بعض الكلمات. انا هبقى مطلع لك كل كلمه واحده في الاخر، ما تقلقش من اي حاجه، بس حاول تركز معايا. حصل ايه بعد ما عمل البيت الحلو ده وسط الليمون والبرتقال؟ ان هو لقي بغبغان، اول ما شافه راح اصطاده، وبعد ما اصطاده حاول انه يعلمه ايه؟ to say some words، ان يقول بعض الكلمات، ودي مهمة جدا. this made him very happy، ده خلاه يكون مبسوط جدا. make او made لما يجي بعدها مفعول بتترجم يجعله مش يصنعه، تمام؟ هذا جعله سعيد جدا. بيجي سؤال، ليه كان مبسوط؟ علشان بيعلم البغبغان. هنعرف. In the next few months، في الشهور التانية، he made some boots، صنع بعض الأواني، boots يعني أواني، for cooking and keeping his food. cooking للطبخ، keeping حفظ، food الطعام. عمل شوية أواني علشان يشيل فيها الأكل وعلشان يطبخ فيها الأكل. he had meat from the goats، حصل على اللحم من المعيز اللي هو وجدهم في الفالي او في الايلاند. and he used his rice، استخدم الرز، to grow more rice، لكي يزرع رز اكثر.
طب هو جاب منين الرز اصلا؟ لو انت فاكر كده الرز ده كان موجود فين؟ تمام، في اول الشابتر خالص لما رجع للسفينة ولقي فيه صناديق فيها لحمة وفي صناديق فيها رز وفي صناديق فيها جبنة، اخد الرز وقال لك انا هزرع الرز ده ويطلع مكانه رز اكتر بكتير. طيب يبقى تاني اول جملة ممكن يجي عليها سؤال ايه؟ What made Crusoe happy in the valley؟ ايه اللي خلى كروسو مبسوط في الفالي؟ هاخد اول سطر ان هو اصطاد البغبغان، he caught a parrot، وتاني حاجة he taught it to say some words، علمه ان هو ينطق بعض الكلمات. طيب تاني سؤال، how did Crusoe get meat؟ كيف حصل على اللحمة؟ جابها منين؟ رقم 16 اهي، he had meat from the goats، ممكن اكتب على طول from the goats واسكت، دي اجابة كافية 100 100. يبقى ايه الاسئلة اللي في الفقرة دي تاني؟ ايه الحاجة اللي خلته مبسوط في الوادي؟ ان هو اصطاد البغبغان وعرف انه يعلمه ازاي يتكلم معاه، وازاي حصل على اللحمة؟ حصل عليها من ايه؟ المعيز اللي كانت معاه. After 3 years on the island، بعد 3 سنين على الجزيرة، هو دلوقتي بقي معاه رز، معاه لحمة، معاه اواني بيطبخ فيها، معاه بغبغان بيتكلم معاه، مع حاجات كتير جدا مكتفي بيها، عاش 3 سنين بنفس النظام ده. بعد الثلاث سنين he decided to، قرر ان build a boat، يعمل او يبني مركب. He cut down a very large tree and he spent 4 months building a big boat، but he couldn't push the boat to the beach because it was too big. Because it was too big بتيجي إجابة السؤال المشهور جدا، بس تعالى ناخد من الاول ايه اللي في الفقره. بعد 3 سنين على الجزيره قرر ان هو يعمل مركب. طيب علشان اعمل مركب محتاج للخشب، اجيب منين الخشب؟ راح عمل ايه؟ he cut down، cut down معناها يقطع، بس يقطع حاجه بتنزل لتحت الشجره، لما هو يقطعها اكيد هتنزل لتحت. he cut down a very large tree، شجره ضخمه جدا، شجره كبيره. and he spent، الماضي من spend يقضي، قضى 4 months، 4 شهور، building a big boat، بيبني في المركب الكبير ده. طب انت جبت شجرة كبيرة جدا وقعدت تشتغل فيها 4 شهور علشان تعمل مركب، يا ترى تعرف تستغل المركب ده اصلا؟ but ولكن he couldn't، لم يستطع، push معناها يدفع او يزق، يعني يزق حاجة كده لقدام، push the boat to the beach، مقدرش ان هو يزق المركب ناحية الشاطئ. لماذا؟ بيجي سؤال why he couldn't push the boat، ادي الاجابة because it was too big، too معناها جدا جدا، وبيج كبير لانه كان كبير جدا جدا. يبقى المركب ده للأسف اخد منه تعب 4 شهور. عمل ايه علشان يعمل المركب؟ he cut down a very large tree، بس بعدها he couldn't push، مقدرش انه يزق the boat to the beach علشان هو كان too big، كبير جدا. الأسئلة how long، كم المدة؟ على طول هقول 4 months، 4 شهور. طيب سؤال التاني why couldn't Crusoe push the boat، ليه مقدرش يزق المركب؟ because it was too big، لأنه كان كبير جدا جدا. الفقرة اللي بعدها in the next few years، في السنوات اللي بعدها Crusoe learned to make clothes، اتعلم انه يعمل ملابس. طب هيجيب منين اللبس او هيصنعه ازاي؟ ده السؤال اللي بيجي from animals skins، من جلود الحيوانات او من جلد الحيوانات. طب وانت عندك ايه حيوانات؟ عندي معيز، خدت اللحمة بتاعتها وهاخد الجلد بتاعها واللبن بتاعها وهعمل منه جبنة كمان، يعني استغل كل اللي فيها. and he built a smaller boat، بيجي برضو سؤال ليه قرر انه يبني مركب اصغر، smaller boat يعني مركب اصغر من الاولاني. which he used to sail around the island، الذي استخدمه لكي يبحر حول الجزيرة. انا بقيت عايش لوحدي ومعايا البغبغان وعرفت اعمل هدوم والبسها وعرفت اعمل اكل اطبخ واكله، عايز اتفسح، هتفسح ازاي؟ المركب اللي انا عملته وخدت فيه 4 شهور للأسف طلع too big، كبير جدا، فقرر انه يعمل واحد اصغر شوية يعرف يتحرك بيه براحته في الجزيرة، يلف في المية، يتفسح ويتفرج على الجزيرة عاملة ازاي.
He built a smaller boat which he used to sail around the island. He caught اصطاد some more goats معيز اكثر. And he made صنع cheese يعني جبنة from their milk من اللبن بتاعه. His life was good now. حياته أصبحت جيدة الآن. طيب الفقرة دي فيها إيه؟ فيها كذا سؤال. 19 How did Crusoe make clothes؟ عمل إزاي الهدوم بتاعته؟ هاخد التلات كلمات من جلود الحيوانات from animals skin. طيب السؤال اللي بعدها Why did Crusoe build a small boat؟ أو ممكن a smaller boat. ليه قرر إن هو يبني مركب أصغر؟ هستخدم الإجابة to sail around his island علشان يبحر حول الجزيرة لأن التاني مش هينفع إنه يتحرك بيه. وآخر سؤال 21 How did Crusoe make cheese؟ إزاي عرف إنه يعمل cheese يعني جبنة؟ ممكن آخد السطر كله على بعضها أو ممكن أقول from the goat's milk من لبن المعيز. طب أنا أفضل إنك تاخد على بعضها. He caught some more goats اصطاد معيز أكثر and he made cheese وصنع الجبنة from their milk من اللبن بتاعها. تمام؟ تمام. الأسئلة دي زيادة إجابتها مش موجودة هناك فعلشان كده أنا قررت أعملهم لك في سلايد لوحدهم عشان تركز فيه. تعالوا نشوف أول واحد. Do you think هل تعتقد Crusoe was a good farmer كان فلاح شاطر؟ يا ترى أنت رأيك إيه؟ ولو هتديني رأيك هتديني السبب. ممكن أسألك السؤال بطريقة تانية. How do you know How do you know كيف تعرف that Crusoe was a good farmer إن كروسو كان فلاح شاطر أو فلاح جيد؟ السؤالين لهم نفس الإجابة. لما أسألك هل تعتقد إن هو فلاح شاطر أو إزاي تعرف إن هو فلاح شاطر؟ الإجابة بتاعتي yes لو أنت بتسأل بدو. وبعدين هديك السبب because he could grow لأنه قدر يزرع more rice رز أكتر and make cheese ويصنع الجبنة. عرف ياخد اللبن ويعمل منه جبنة وعرف كمان انه يجيب الرز ويزرع بيه رز اكتر. تمام؟ تمام. ولو تفتكر هو ازاي عرف يعمل الحاجات دي كلها. طيب تعالوا نكمل. Why do you think Crusoe built a small boat؟ لماذا تعتقد ان Crusoe بنى المركب الصغير to sail around the island علشان يبحر حوالين الجزيرة؟ السؤال المرة اللي فاتت كان بيقولك why do you think he built a small boat وسكت فكانت دي الإجابة لكي يبحر حول الجزيرة. إنما لو جاب كل ده في السؤال ليه هو أصلا عمل كده علشان يبحر حوالين الجزيرة تبقى الإجابة مختلفة. to see what else لكي يرى what else he could find on the island إيه كمان ممكن يجده على الجزيرة. يعني هو بيدور على أي حاجة تاني ممكن يشوفها سواء حيوانات أدوات يمكن يلاقي كمان بني أدمين هو بيدور على أي حاجة عشان كده عمل المركب ده وكان بيتجول حول الجزيرة. سؤال 24 Why do you think لماذا تعتقد Crusoe told the parrot some words ليه علم البغبغان إنه يتكلم بعض الكلمات؟ رأيي أنا الشخصي because he wanted some company on the island وكلمة company لازم تحفظها. Company مش معناها شركة هنا معناها صحبة عايز يحس يعني زي ما بنقول كده بالبلدي عايز يحس بالونس عايز يحس ان في حد معاه بيتكلم معاه وان هو مش مجنون وان هو مش عايش لوحده فعشان كده اضطر انه يعلم البغبغان يتكلم زيه علشان يقعد هما الاثنين يحكوا مع بعض. He wanted some company on the island اراد بعض الصحبة على الجزيرة. تمام؟ تمام. الفقرة اللي بعدها Then one day, that يوم, while he was walking along the beach, he saw a man's footprint. He was very afraid, and he ran back to his fort. He stayed there for 3 days and made his fort stronger. A few days later, he saw a fire on the beach and man's bones. The men who were visiting the island were really dangerous. دي آخر فقرة معانا في الشابتر. حاول تركز معايا في اخر فقره لان بيبقى فيها اسئله كتير. اول حاجه كلمه then معناها ثم. one day ذات يوم while he was walking وهو بيتمشى along the beach بطول الشاطئ بيتمشى كده على الشاطئ شاف حاجه غريبه جدا. شاف ايه؟ he saw a man's footprint
يعني آثار أقدام لرجل، كان في حد ماشي كده على الشاطئ ولقي مكان رجليه معلم في الأرض. He was very afraid، كان خايف جدا. طيب لما هو خاف عمل ايه؟ He ran back to his fort، رجع بسرعة بيجري على الحصن بتاعه. ودي معلومة مهمة جدا، هو ليه رجع على الحصن؟ ليه ما رجعش على البيت اللي هو بناه في الوادي؟ هنشوف. He stayed there، مكث هناك for 3 days، لمدة كم يوم؟ 3 days، 3 ايام. And made his fort، خلى الحصن بتاعه stronger، اقوى. قعد 3 ايام بيطول في القلعة بتاعته، بيخليها اقوى من الاول، عشان ايه؟ شكله كده كان خايف جدا. A few days later، بعد ايام قليلة، he saw a fire، fire معناها نار او حريق، on the beach، على الشاطئ. وشاف حاجة كمان اغرب من النار، a man's bones، شاف عظام بني ادم او عظام رجل. The men who were visiting the island، الناس او الرجال اللي كانوا بيزوروا الجزيرة دي، were really dangerous، هو خمن ان كان في ناس عايشة في المكان ده او كانوا موجودين من كام يوم، وعرف ان الناس دي باين عليهم خطيرة جدا. ليه؟ بما ان في اثار للنار وفي اثار اقدام وفي اثار للعظام، فمعنى كده ان في حد يعني كان معمول عليه عزومة، واضح كده هما كانوا بياكلوا حد معين، والناس دي dangerous men، ناس خطيرة جدا، ممكن يكونوا اكلي لحوم بشر. طيب ايه الاسئلة اللي بتيجي في الفقرة دي؟ اول سؤال، when was Crusoe afraid، امتى كان خايف؟ هاخد اول سطر بس. when he saw a man's footprint، لما شاف اثار الاقدام، على طول قال لي he was afraid. طيب what did Crusoe do when he saw a man's footprint، عمل ايه لما شاف الاثار؟ he ran back to his fort، جري بسرعة على الحصن بتاعه. he stayed there for 3 days and made the fort stronger. ممكن اخدها كلها على بعضها، يفضل علشان تبقى الاجابة بتاعتك perfect. اخر سؤال، وده رأيك انت بقى، why was Crusoe afraid، ليه كان خايف؟ when he saw a man's footprint، لما شاف اثار الاقدام بس، قبل ما يشوف النار وقبل ما يشوف العظام، ليه كان خايف؟ رأيي because he knew، عرف that there was someone else on the island، عرف ان في ناس تانية موجودة على الجزيرة، والاكيد ان الناس دي مش ناس طبيعية، بما ان في حريق وفي عظام، فهو خايف ان الناس دي تكون dangerous people، ناس خطيرة. يبقى تاني السؤال الاخير، why was Crusoe afraid، ليه كان خايف لما شاف اثار الاقدام؟ he knew that، عرف there was someone، كان هناك شخص ما else ايضا على الجزيرة. طيب احنا كده عملنا ايه؟ احنا كده خلصنا تشابتر بالاسئلة بتاعته بالكلمات بنفصصها، بس انا هريحك اكتر وطلعهم لك كلمات وافعال شاذة كمان، وزي ما اتفقت معاك في الفيديو اللي فات، كل ما حفظت كلمات اكتر كل ما كان الموضوع اسهل ليك في الخطوات اللي جاية ان شاء الله، لان الكلمات بتتكرر هي هي. اول كلمة عندي swim back، swim back يسبح عائدا. sink يغوص او يغرق. look for يبحث عن. raft المركب الصغير اللي هو كان بيلم بيه الحاجات. nobody لا احد. collect collect يجمع، لما راح جمع الفود والتولز والجنز، هماتي تولز ادوات، جنز بنادق. keep keep يحفظ، keep food كانت موجود عندك. push push يدفع، بس مش معناها يدفع فلوس، معناها يدفع يعني يدفع حاجة لقدام. walk along walk along يمشي بطول. fire fire اللي هي النار. knives knives سكاكين. rope حبل. fort fort حصن. goat معزة. telescope اللي هو التلسكوب او المكبر. compass compass بوصلة. ink الحبر، والحبر عمل بايه هو والقلم والورقة، كتب بيه diary اللي هي اليوميات او المذكرات بتاعته. cut down cut down يقطع، بس يقطع حاجة بتنزل زي الشجرة مثلا. animal skins جلود الحيوانات. footprint footprint اثار الاقدام. man's bones man's bones عظام الشخص او البني ادم. walk around walk around يمشي او يتجول حوله، لاحظ هنا walk around انما هنا walk along، along يعني يمشي بالطول، around يعني بيلف في المكان. island يعني جزيرة. valley اللي هي الوادي. melons بطيخ.
كاتش وهنجيب الماضي منها، باروت بغبغان، تيتش يعلم، بوتس اواني، سبند يقضي، سيل اراوند زي ووك اراوند يبحر حول، افريد خائف، دينجرس خطير، بوكسز اوف صناديق من، ميت لحمه، فود الطعام الحاجات اللي هو وجدها على السفينه اول مره، سترونج يعني قوي، a lot of things اشياء كثيره، بنز اقلام، beautiful valley اللي هو الوادي الجميل، decided to دي اتكررت اكتر من 4-5 مرات في الشابتر عشان كده كان لازم تحفظها، قرر ان، for cooking للطبخ، big boat مركب كبير او قارب كبير، make clothes يصنع الملابس، rice during that night table useful ايه الحاجات اليوسفل اللي هو وجدها لو انت فاكر، ليه التلسكوب والكمبس والبنز والبيبر، ادي كلمة بيبر اللي هي ورق، orange trees وكلمة lemon trees اهماتي مع بعض، اشجار البرتقال واشجار الليمون، second house منزل اخر او منزل ثاني، boat مركب او قارب، beach شاطئ، smaller boat مركب اصغر، cheese يعني الجبن، many times مرات كثيرة، another storm عاصفة اخرى، chairs books every day، some words مين اللي كان بيتكلم بعض الكلمات اللي هو الباروت البغبغان، very large tree الشجرة دي اللي هو قاعد 4 شهور يعمل فيها في المركب، شجرة ضخمة، too big كبيرة جدا، his life حياته. بعد كده ناخد الافعال بسرعة، built حرف التي، sank تغرق او تغوص لو انت بتكلم عن السفينة او بتكلم عن بني ادم، found يجد، swim back يعوم او يسبح، وعلى نفس الوزن go back run back، انا قلت لك الفعل لما يجي بعدها كلمة back معناه انه بيرجع لورا، go back يعني يعود الماضي منها went gone، وrun back يجري عائدا برضو الماضي منها run، made write wrote written catch coat teach taught انا حابه اعملهم لك كده مع بعض علشان يبقى سهلين في الحفظ كانهم نفس الفعل بس هتبدل حرف السي بحرف التي، واخر verb اللي هو spent يقضي او يعني يقضي وقت معين. تمام كده انا مفيش حاجه سبتها لك في الشابتر يعتبر، بس اتمنى ان انت زي ما قلت لك اسمعه مرتين علشان يعني تكون فهمته بنسبه 100% وحفظت كل اللي فيه بنسبه 100%. ذاكر الكلمات الاول لو انت لسه ما خدتهمش في المدرسه او ما خدتهمش حتى في اي مكان تاني، بعد ما تذاكر الكلمات وتحفظها اسمع الفيديو مره تاني بالاسئله والاجابات، وحاول لو انت تعرف تجاوب من غير ما تبص في الاجابه يا ريت، ده هيفيدك جدا على فكره. تمام اتمنى تكون استفدت واتبسطت معايا في الفيديو، تقول كل اصحابك طبعا عشان يتفرجوا معاك، تعمل سبسكرايب لو انت لسه ما اشتركتش في القناه بتاعتنا، لايك وكومنت لو عندك اي تعليق حابب تضيفه، وما تنسوش تدوني اي اراكم او تعليقاتكم على اي حاجه من اللي بنزلها في المنهج، ولو حاجه عايزين تزودوها او حاجه معينه حابين انكم تغيروها يا ريت تعرفوني على طول. Thank you for listening and watching and see you the following lesson. Bye.